السلام عليكم صديقاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناة أم عبد الرحمن للتعليم الكروشيه. اليوم الدرس الثالث إن شاء الله، اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نعملوا المربعات بالأعمدة. نبدأ على بركة الله، وكنتمنى تكونوا تشجعتوا وجدتوا الكروشيه والخيط. يلا بينا، بسم الله. هانتوما كما شفتوا في الدرس السابق كنا عملنا الأعمدة، دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تعملوا المربعات بنفس الأعمدة. هانتوما صديقاتي كنعملوا عمود، أنا كملت معاكم باش نبدا نشرح لكم مزيان. واحد، جوج، ثلاثة، هذا عمود. كنجيو للعمود الثاني كنحشيو الكروشي. انتم صديقاتي سهل جدا، نفس الطريقه اللي عملنا في الدرس السابق الاعمده. غير دابا غادي نفصلو، غادي نعملو فراغ بيناتهم بحال المربع، بحال يجي الشكل ديالهم بحال المربع او الخانات. واحد، جوج، غنحسبو واحد، جوج، ثلاثه، وغادي نركزو نعملو هنايا العمود. هانتوما كنعملو نفس الطريقه اللي عملنا هنايا، انا كنخلي شي شويه واسع الخدمه باش يبان لكم الشرح سهل وتعرفوا فين كنحشي في هاد العينين، تيجيكم يعني مبسط ما يجيكمش صعيب. هانتوما كنعملو عاوتاني شي واحد، جوج، ثلاثه. سهل جدا ماشي صعيب. هذا اليوم الدرس يعني باش باش تتعلموا تخليوا الفراغ وكتبدا تتعلموا كيفاش غادي تكون الزواقه ومين كيبدا الزواقه. كما قلت لكم اهم حاجه هو نتعلموا السلسله والعمود، هذاك هو الاساس ديال الكروشيه. الا تعلمتوا جوج النقط هادو فغادي تبدعوا ان شاء الله في الكروشيه. هانتوما جوج، كنحسبو واحد، جوج، ثلاثة. كنعملو عمود بنفس العملية كنكرروها. هانتوما هاو دا كيبان الشكل ديالها، يعني كما قلت لكم هنايا سلسلة عمود، كنجي نعملو هنايا عمود وكنخليو بيناتهم ثلاثة ديال الأعمدة ونعملو عاود أعمدة أخرين بيناتهم، يعني كيجي غير هاد الخانات. إلا حسيتو بيه كيتزير فكترخفو كتزيدو السلسلات، وعاود نفس الشي نفس العملية اللي شفتو كترخف. واحد، جوج، ثلاثة. هانتوما واحد، جوج، ثلاثة. واخا في الاخر ديال الزوايا كيكون كيبقى لنا ديك، واش غيبقى يعني ما غاجيناش نفس بحال دابا نفس الاعداد، هنا أربعة غادي يجي في الاخير، لا ضروري كيكون كينقص. ثم بداو تحسبوا من السلسلة، باش ملي كتحسبوا ما كيجيش ديك شي عشوائي، كتعرفوا كيفاش بديتو. هانتوما كتشوفوا كيف جا الشكل ديالها. دابا غنرجعوا للسطر الثالث. هانتوما كنمشيو من هنا كنحشيو الكروشي ونجبدوا الخيط، عاود نجيو من هنا ونعملوا نفس العمليه وكنفصلوا بيناتهم بجوج سلسلات، واحد، جوج،
انا قلت لكم الا شفتوها كتزيدو ساعه كتزيرو شي شويه، شفتوها المهم نتوما على حسب. انتم صديقاتي كنبقاو نحملو الاعمده يعني في نفس الاماكن ديالهم اللي كانوا الاولانيين، ماشي شي حاجه صعيبه سهله. عاو كنجيو لهنا ونعملو نفس العمليه كنكرروها عمود فوق عمود، يعني بقاو بحال دابا يعني بقاو تحفظوا مزيان، بقاو تعاودوا السطر وتعاودوا السطر حتى كتلقوا يدكم وغتجيكم سهله. انتم كنتمنى تكونوا كتستافدوا انتم صديقاتي. هيا بدا كيبان الشكل ديالها، كنمشيو نفس الشيء عاو نجيو للعمود ونحشيو ونجبدو خيط ونلفوه. انتم هاد جوج سهلة، هانتوما أنا كنبغي نسهل عليكم في التعليم باش ميجيكمش صعيب ودملوم الكروشي، كنبسطها لأن ضروري في اللول غادي تجي شوية صعيبة ولكن بالتدريج كيتسالاها، يعني الإنسان غير استمرارية. جوج كنجيو لهنا شو عمود او نعمل نفس الشيء شو عمود ونفس الطريقة كتعاود في الصف، هذا الصف الثالث كنعاودوها في الصف الرابع. كنجيو من هنايا ونقلبوا الكروشي ونعملوا سلسلة واحد جوج ثلاثة، ونجيو هنا حداها ونعملوا غرزة حشو. هانتوما سهلة جدا، غير لحفظتو هادي راه تبارك الله. هانتوما صديقاتي انتم الصديقه ديالي، يعني بدات كتبان الشكل ديالها ها هو. ممكن نمشيو بنفس الطريقه سهله، انتم صديقاتي كنتمنى تكونوا استفدتم.